أكد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أنه لن يتم تعديل القانون الانتخابي، وسيتم الإبقاء على جميع شروط المسابقة للترشح للانتخابات الرئاسية كونها تتوافق مع شروط الترشح الواردة بالدستور الجديد. أوضح المتحدث أن مجلس الهيئة سيقوم خلال الأيام القادمة بالنظر في مسار الانتخابات الرئاسية التي ستتم في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد عدد من الاجتماعات للمصادقة على موعد الانتخابات الرئاسية وإصدار القرارات الإجرائية المتعلقة بذلك لاستحقاق الديمقراطية.